أنا بالنسبة لي خريج معهد تكنولوجي مال أبو غرق. لما تسرحت من الجيش لكون الوظائف ذاك الوقت غير مجدية ورواتبها قليلة، اللي جاءت هذه المهنة مهنة السرارتي للفائدة المادية، زائدا عندي خبرة بها، بالإضافة إلى كونها مهنة تراثية ما أريد تندثر، وأريد أحافظ عليها أنا وأولادي، وكل شخص أعلمه هذه المهنة أوصيه أنه يحافظ عليها. مثل ما قلت لكم، خمس نفرات عندي أنا بالبيت أعيلهم بهذه المهنة، الحمد لله والشكر، الكسب نعمة من الله. أنا عايش صالب حدود من 94 حدود 30 سنة وأقل شوية، هذه المهنة معيشتني الحمد لله والشكر. السكن اللي أنا قاعد به حاليا سكن قديم، أقدر أقول لكم يعني بحدود هذا البيت تقريبا عمره 70 سنة أو أقل، من الأيام الخمسينات انبنى هذا البيت. أكو حديقة خلفية تصير بالبيت، كل ما تصير حالات طارئة مثلا وباء كورونا أو غير كورونا نلجأ للحديقة كمتنفس إنا وكاستغلال للوقت للزرع. فراغي اقضيه هنا بالحديقه بصراحه، اما حراثه اما سقي. هذا عندنا بيره هنا برينه دائما اسقى من عندها، لان الاساله ما تكفي، والشتلات اللي ازرعها يعني من النخال للمرات ازرع حتى عنب، نبوق، تكي. ايه، وشغله الحراثه هذه على طول انا احرثها القاع، لأنه بصراحة أسمدها حتى القاع ما تصير ضعيفة، تصير إنتاجها أقوى. عندنا هاي الشتلات كثرتناها قبل تقريبا شهر، هاي بامبر، هاي إحنا كثرناها. وأكو هناك نباتات ألبيزيا، نباتات كلش حلوة هنا نكثرها بالحديقة. هذه أنا بالضبط الحديقة ما أريد أي بقعة فارغة ما بيها، كلها ازرعها بس حسب الفراغ، حسب الوقت اللي عندي فراغ. مثلا ايام الجمعة فترة استراحتي عن العمل اجي هنا اقضيها بالحديقة، اسقي وارتب بيها، مرات ازبر اشجار الشناديخ الطويلة اقصها بالمقص. الطريق اللي أنا ساكن بيه، البيت اللي ساكن بيه طريقة تقريبا بحدود كيلو وين من مكان سكني لمكان عملي. هذا البيت اللي كنا قاعدين بيه هسه حاليا بيت أهلي، أنا قاعد بالثانية. تقريبا المسافة كيلو وين، يعني خلال ربع ساعة أنا أوصل للمحل، خلال هاي السيارات الأجرة أو الكيات، أو مرات تحصل دراجة مثلا أجي للعمل.
شوية نوعية الجري عندهم مزيانة، نوعية الجري بشكل. بالنسبة لعملنا يعني بصراحة نحتاج إلى نوعيات خاصة للجري، مو أي نوعية. ونحتاج جريد أخضر وجريد يابس، فهذا معميلنا دائما يمولنا بالجريد كل ما نخابره يجيب لنا الدرب. هو مع بصراحة أبو البستان اللي يريد ينظف بستانه يتعامل ويا هذا الشخص المعتمد مالتنا اللي يوفر لنا جريد على طول، على طول السنة. احنا نحتاج جريد على طول السنة، فهذا المعتمد هو دائما يمولنا. اي نعم. ما عدا اقدر اقول لك شهر واحد من السنة هو الجريد ينقطع، اللي هي فترة التمر لما ينضج ما يقصونه. هذا هسه خصوصا بهالايام، هسه الشهر الثامن علينا، هسه حاليا ما يقصونه لان يحافظون على الثمر مال التمر. هسه حاليا هسه يلقطون تمر، اي فصير شويه شحه بالجريد. بس هذا الشهر عندنا شهر من الثامن النصب التاسع ان شاء الله يتوفر. اي نبدا عملنا الى تحبون هسه نفصل لكم فد صفحه مال قفص دجاج. بالنسبة لهاي المشغولة اللي قدامي هذه مياس طعام، هذا يكلفني وقت بحدود من ساعتين إلى ثلاث ساعات كوقت عمل. بالنسبة أكو مشغولات أكبر احتياجي راح يصير وقت أطول. كل مشغولة لها وقت، يعني إذا قعدنا باستمرار نكملها يختلف عن المشغولة الثانية. سرير نوم مثلاً، سرير النوم بحدود النهار كامل نكمل لنا سرير واحد اذا كان اكو وياي عامل. بالنسبه للكرسي، الكرسي اللي هو مقوس نص دائره، بحدود الكراسي اثنين بيوم كامل، بيوم كامل. هذا بحدود ساعتين الى ثلاث ساعات. اكو مشغولات مريود من عندنا قطع هوايه، مثلا سقيفه على مود الشمس او صباط عنب، نحتاج إلى أيام حتى نكملها، مجموعة قطع في 30-40 قطعة. بعد أكو مثلاً قنفات نوعية نقش يردون زخرفة مثل هاي القطعة اللي هسه موجودة، أكو بيها زخارف، هاي تأخذ معدنا وقت أكثر. قد مثلاً القنفة الوحدة يوم كامل، هي قنفة نفرين بس تأخذ معدنا وقت وجهد أطول من الشغل العادي والكلاسيكي. المرحلة نسوي صياخ من جريد اليابس، صياخ اللي هي حسب المشغولة اللي احنا نحتاجها اليوم. نحتاج الصياخ بطول 60 سنتيم، نقص على 60 سنتيم هذا الجريد اليابس، نقيس قياس مضبوط حتى أثناء العمل يعني ما تصير عندنا مشكلة بالتركيب. قياس مضبوط على 60 سنتيم، هاي عملية قطع الجريد اليابس بهاي الآلة اللي اسمها ساطور. تلاحظون أنه الساطور لازم يكون حاد حتى يقطع الجريد اليابسة بسهولة. بالمناسبة احنا أي آلة كهربائية ما نستعملها، نستعمل كلها أدوات يدوية. هذين القصات اللي راح نسويهن الصياخ، اكو سكين خاص بيها اللي هي سكين ننظف بيها الجريد اليابس. طبعا لازم نبردها شوية حتى تعيننا بالشغل. هاي مجموعة مبارد نبرد بيها أدوات العمل. هسه عملية تنظيف الصياخ وتنعيمها
وجعلها بقطر يناسب المثقب اللي راح نشتغل به. المثقب اللي راح نشتغل به مثقب وسط اللي هو هذا، هذا المثقب مناسب للصيخ اللي راح نسويه. هذا هذا المثقب مناسب لهذا الصيخ، يعني لا هو أكبر ولا هو أصغر. هاي عملية تنعيم. ايش قد ما نتعب على الصياخ حتى تطلع المشغولة مرتبة أكثر. بالنسبة لهاي المخلفات اللي تصير عندنا مال الحطب، نفايات الجريد، هذا أصلاً ما تنذب. هذه يأخذوها اللي عندهم سنانير طين، استعملوها للشوي للخبز. من الناحية الاقتصادية مات الناس تستفاد من عندها. بصراحة ماكو فشي ينذب بالنخلة. هاي المرحلة هسه خلصناها، حضرنا الصياخ. هسه المرحلة اللي وراها اللي هي الفصال مع الجريد الأخضر. الجريد الأخضر اللي قلت لكم نصفته أول ما يجينا من البساتين. هذا هو الجريد الاخضر اللي يجينا من البساتين، طبعا بدون خوص مخرط، السله ماكو ما موجوده، ونحافظ على طراوته واخضر. هو لونه اخضر، هذا لونه اخضر، هذا حتى يساعدنا بالتثقيب بسهوله. اول مرحله بالجريد الاخضر نقصه بالساطور، هذا هاي القصه، نقيس حسب المشغوله اللي نحتاجها. بالمناسبة نسيت أقول لكم، هذا القالب اللي نشتغل عليه أقفاص دجاج أو كراسي، ولكل مشغولة أكو قالب مثل هذا. طبعا المسافات تختلف من مشغولة المشغولة، هاي تقريبا بحدود 8 سنتيمات. ولما نأشرها العامل اللي يشتغل ويحكم يعرف أنه هذا الجزء من الجريدة، هذا الجزء الخشن وهذا الجزء الناعم، فنأشر احنا دائما الجزء الخشن. وبالجريدة أكو بيها أربع أوجه. هذا ظهر الجريدة هالشكل، هي كانت بالنخلة، هذا ظهر الجريدة، هذا بطن الجريدة، وهاي المنطقة، وهاي المنطقة اللي بيها السعف، هذا الخوص. فإحنا حتى لما نركب المشغولة لازم العامل يعرف وين بطن الجريدة وين ظهر الجريدة، حتى كل قطعة يركبها بمكانها المحدد. هسه كملنا القص، نجي المرحلة اللي وراها، المرحلة الثالثة اللي هي جرد الجريد الأخضر، عملية جرد. هذه الجرد بفائدة، هاي عملية جرد، هاي السكينة الخاصة بالجرد، نجردها من جهتين، ومرات نجردها بأربع جهات. هسه ورا ما اجرد ابين شنو الفائده من الجرد. هسه كملت عمليه جرد، اذا تلاحظون صار هسه هاي المنطقه بياض الجريد ابين، هذا بياض الجريد ابين، صارت منطقه مسطحه، هذا سطح عدل وهذا سطح عدل. اذا استعدنا من ناحيه جماليه، تعطي جماليه للمشغوله ورا ما نجردها. المرحله الثانيه انه مستقرة على هاي الخشبة اللي احنا نشتغل بها، منطقة مسطحة، فحتى ما تميل يمنى او يسرى هالشكل، مسطحة مستقرة على القاع حتى نقدر نثقبها براحتنا. هذه الفائدة من الجرد. هاي كملنا سجردها، نروح على البقية.
احنا نسوي عملية تصفية الجريد بحيث تعشيقه خشن ويا ناعم، يعني حل وشد حل وشد. إذا تلاحظون أنه الجريدة من هنا جهة خشنة ومن هنا جهة ناعمة، بالعملية تأشير شو نسوي إحنا؟ نخلي خشن مقابل ناعم وناعم مقابل خشن. هسه أكيد راح يتساءل المشاهد أنه ليش خلينا متعاقبة، نخليهن متعاقبات هالشكل، متانة متانة وقوة للمشغولة. هسه عملية تأشير، هذا آلة التأشير اللي نسميها احنا باللهجة الدارجة هذا المعلم، نأشر به. هو عملية تأشير بهذا الجزء اللي مثل البسمار هذا، نأشر القصات. إذا تلاحظون هاي الإشارة مبينة هسه واضحة، هذه الإشارات اللي هسه أشرتها، والبقية نفس الشيء. هسه المرحلة الرابعة مرحلة التثقيب، ورا ما عشرنا القطع ناخذ المثقب المناسب لشغلنا، هذا المثقب المناسب لشغلنا هسه حاليا، وهذه صحنة مدقة، هاي مدقة، هاي طبعا خاصة لعملية التثقيب ندق بها، هاي من خشب المشمش. هسه نثقب القطع هذني حتى نستعد للمرحلة اللي وراها اللي هي عملية تركيب، المرحلة الخامسة. إذا تلاحظون هسه ثقبت، هاي عملية تثقيب كملت. المرحلة اللي وراها عملية تركيب المشغولة، ولما كملنا التثقيب نستخدم هاي الحديدة اللي هي ورق مال السيارة موجود عادي، نجيب هاي السياخ اللي سويناها، نثبت الصياخ الموجودة هذه بالثقوب اللي ثقبناها. قبل شوية شرحنا أنه التركيب مالتنا راح يصير جزء خشن مع جزء ناعم من الجريدة، واللي فوقها راح يصير هذه ناعمة، اللي فوقها راح يصير شنو؟ خشنة، ناعمة خشنة، وهكذا حتى المشغولة تصير بها متانة. هسه نترك هاي العين، نثبت بالثانية، هم عملية حل وشد، حل وشد في المشغولة. هذا ثبتناه. إذا تلاحظون هذا جزء خشن، الجزء اللي وراه اللي فوقه راح يصير ناعم، فأستنقي من ذني هذا الجزء، هاي القطعة نثبتها بالثقوب. لبسناها، هاي الحديدة ننزل بيها لحد مستوى وسطاني، وسطاني جيد. هذا جزء خشن، إذن راح يصير اللي فوقه ناعم، نختار هذا، نحافظ على هذه المسألة أنه الجريدة ناعمة مقابلها خشنة، وهكذا حل وشد
قطع متخالفة، قطع متخالفة حتى تتماسك متانة أكثر، وبالنتيجة راح يصير عمرها أطول. هاي المشغولة عمرها أطول بالنسبة للمواطن اللي يأخذها. هسه نص التركيب كمل، نص التركيب كمل، بقى عندنا نكمل النص الثاني اللي اتفقنا انه الصياخ اللي نحشيها من هنا البقيه هذني عكس اللي الصياخ اللي نتشخناها قبل شويه. هذا الجزء ناعم، اذا راح يصير الجزء الخشن هنا، اذا ندخلها بالعكس، ندخلها بالعكس، بالنتيجه راح يصير عندنا قطعه متماسكه. اذا تلاحظون صار بيها قوه. المرحله الاخيره اللي هي الخامسه، مرحلة تشطيب المشغولة هذه بقص الزيادات الموجودة حاليا. هاي اكو تصير بها زيادات نوعا ما، هذه هسه كملت. عملية تكملة القفص مثل هاي هسه الطريقة، صفاح جانبية، ظهر، سقف، زائدا باب. هذني طبعا احنا شوية يعني عيقنا الوقت ورا ما نكملها، هذه نشدهن او نربطهن صار عندنا قفص كامل، بس لانه محددين بوقت فشرحت لكم على قطعه واحده من مجموعه ست قطع اللي هي الواجهه، الظهر، السقف، زائدا الباب. هاي هسه العمليه كملت. يبحث عن عمل يعني يا ريت من خلال قناتكم يتعلم هاي المهنة، وأنا مستعد أعلمه مجانا في سبيل نحافظ على هاي المهنة التراثية، نحافظها عليها ما تندثر مستقبلا. زائدا مهنة يقدر يعيش الإنسان من عندها، يعني صار لي بحدود 30 سنة أمتهن هاي المهنة، وأنا خريج، أنا بالنسبة لي خريج عندي شهادة، بس هذه المهنة أنا أعشقها بصراحة. هذه المهنة أنا ورثتها عن الوالد سيد رحيم الله يرحمه، سيد رحيم الحطاب مشهور بالحلة قديم، ورثتها عنه وأدواته موجودة هسه حاليا أنا أشتغل بيها، وإن شاء الله أحافظ عليها وأعلم أولادي، وأي إنسان يحتاج إلى تعليمها أنا مستعد أنه أعلمه وأنا حاضر.